الفيديو ده للمحاضرة الأخيرة بتاعة الكهربية اللي كنا اتكلمنا فيها عن حاجتين كاستنتاجات أو إثباتات. اتكلمنا أول حاجة عن المجال الناتج عن كرة مشحونة لكن مصنوعة من مادة عزل. الحاجة التانية اللي اتكلمنا عليها هو المجال الناتج عن قضيب مشحون، والقضيب ده لا نهائي. الحالتين دول هنطبق فيهم قانون جاوس. كنا ادينا شوية أمثلة وقلنا دي مسائل آخر محاضرة. هنعمل فيديو تاني لمسائل آخر محاضرة مع مسألتين بتوع الشيت بحيث إن احنا نوضح فكرته. يبقى احنا هنبدأ دلوقتي بالاستنتاج بتاع الكرة المصنوعة من مادة عزل. يجي السؤال ازاي؟ يجي السؤال يقول لي استنتج تعبيرا للمجال الكهربي أو لشدة المجال الكهربي الناتج عن كرة. قلنا في حالة الكرة الموصلة ممكن يقول لي كرة معزولة عشان يلخبطني، عشان هي معزولة ومصنوعة من مادة موصلة. كلمة معزولة كلمة طبيعية جدا، ما أضافتش جديد، لأن لازم تكون الشحنة معزولة حتى لا تتسرب. فبالتالي سواء قلتها هنا بقى أو قلتهاش مش هتفرق، لكن في المادة الموصلة ممكن إنها تبقى تلخبط. فخد بالك إنه لو جبتها لك مع المادة الموصلة تبقى عارف إن هي دايما بتدور على نوع المادة. هنا بقى مش هتفرق، فيبقى المجال الناتج عن كرة نصف قطرها ار كابيتال ومصنوعة من مادة عزلة ومشحونة بشحنة كلية. كل الشحنة اللي عليها ممكن أسميها سالب كيو كابيتال عشان نشوف إزاي نتعامل مع الشحن السالبة. سميها سالب كيو كابيتال أو مشحونة بكثافة شحنة حجمية برضو هنسميها سالب رو. يبقى يا إما يقول لي كده يا إما يقول لي كده، وبعدين يقول لي موزعة عليها بانتظام. سواء قالها او ما قالهاش، يبقى لو ما قالهاش يبقى هي موزعه بانتظام. وبعدين يقول لي وذلك عند نقطه داخل وخارج وعلى سطح الكره. دي اول حاجه. الحاجه المشهوره الثانيه اللي بتطلب ان يقول لي ارسم شكل المجال مع البعد عن مركز الكرة. دي من الحاجات المهمة اللي بتطلب. تمام؟ قبل ما نبدأ في الاستنتاج يبقى لازم نعرف يعني ايه كثافة شحنة حجمية. كثافة شحنة حجمية يبقى نعرف يعني ايه كثافة شحنة حجمية. كثافة شحنة حجمية لما يكون عندي شحنة متوزعة على حجم زي الحالة بتاعتنا دي، وبتكون متوزعة امتى على حجم؟ لما يكون عندي المادة دي مادة عازلة. ليه؟ لأن لو المادة دي اتشحنت الشحنة هتفضل مكانها لأنها مادة عازلة،
فالشحنه لا تتحرك فتفضل مكانها. واحنا عاده بنقول ان الشحنه متوزعه بانتظام، يبقى ده نص القطر اسمه ار، والشحنه متوزعه على الحجم ده كله. فاحنا بنقول اذا الرو بتساوي الشحنه الكليه على الحجم الكلي، على الحجم الكلي، بس بشرط تكون الشحنه متوزعه بانتظام. واحنا مش هندرس حاجه هنا الشحنه مش متوزعه بانتظام، وبالتالي يبقى ده بيساوي كيو كلها مقسوم على الحجم. الحجم اللي هو كام؟ حجم الكره، حجم الكره اللي هو 4 على 3 باي ار كابيتال تكاي. الوحده بتاعت الرو دي بما ان هي شحنه على حجم يبقى كولوم بير متر كيوب. تمام؟ طيب لو حبيت اجيب كيو بدلاله الرو عشان دي احتمال كبير نحتاجها برضو، يبقى كيو بتساوي رو في الحجم اللي هو 4 على 3 باي ار كابيتال تكاي. يبقى لو عايز الشحنه تضرب الرو في مين؟ تضرب الرو في الحجم. طيب دي كده برضو اختصارا كده ليه يعني ايه كثافه شحنه حجميه. نبدا بقى في الجزء بتاعنا، في المثال بتاعنا، نرجع للمثال تاني. عايزين ندرس المجال داخل وخارج على سطح الكره. هنبدا نشوف المجال خارج الكره. خارج الكره يبقى انا عندي الكره اهي، والكره دي متوزع عليها شحنه، بس في الحاله بتاعتنا دي الشحنه سالمه. قلنا هندرس الحاله السالبه عشان لو جت يعني تعرف تتعامل معاها ازاي. نص قطر الكره ده اسمه ار كابيتال، متقاس من المركز، والشحنه دي متوزعه بانتظام. اول خطوه في تطبيق قانون جاوس انت تعرف شكل خطوط المجال عامل ازاي. شكل خطوط المجال عامل ازاي؟ لما تكون الشحنه متوزعه بانتظام على حجم زي كده وعلى شكل كوره بالمنظر ده، يبقى هتبقى شبه الشحنه النقطيه. هتبص تلاقي ان الخطوط هنا في اتجاه انصاف الاقطار، وداخل الكره في خط مجال. في الكره الموصله كان داخل الكره ما فيش خط مجال، لان داخل الكره ما كانش فيه شحنه. ليه داخل الماده الموصله في شحنه؟ لان الشحنه بتهرب وتروح الى اقصى مكان ممكن وتتنافر مع بعض وتوصل للسطح، وهي عندها الامكانيه دي لان هي ماده موصله. عشان دي شحنه سالبه يبقى خط المجال ده داخل الكره بالمنظر ده. ده له فرق ما بين الشحنه الموجبه والشحنه السالبه، اللي هنا خط المجال داخل بالمنظر ده، لكن في حال الشحنه الموجبه خط المجال بيبقى للخارج. يبقى دلوقتي نقول اذا خطوط المجال، خطوط المجال في اتجاه انصاف الاقطار. طالما خطوط المجال في اتجاه انصاف الاقطار يبقى ازاي هختار سطح جاوس؟ يبقى شبه الشحنه النقطيه. يبقى ناخذ سطح جاوس على شكل كره نصف قطرها، على حسب بقى انت عايز تدرس داخل الكره او خارج الكره. يبقى هنعمل البعد عن مركز الكره اسمه ار سمول، يبقى نص قطرها اسمه ار سمول. بعدين نبدا نطبق جاوس. يبقى سواء داخل الكره او خارج الكره هناخد سطح جاوس على شكل الكره نصف قطرها ار. اول حاله عندنا لما يكون ار سمول اكبر من ار كابيتال. يعني انا فين دلوقتي؟ يعني انا خارج الكره. يبقى انا خارج الكره. لما اكون خارج الكره يعني عند اي مكان بره، مثلا هنا سي، مثلا انا هنا. لو انا هنا يبقى هختار سطح جاوس على شكل كره نص قطرها ار سمول، وهحاول اخليه منقط مثلا عشان افرقه عن السطح الاصلي اللي هو الاحمر، ونص القطر بتاعه اسمه ار سمول. تمام؟ وبعد كده نبدا نطبق جاوس. يبقى نبدا نطبق جاوس، يبقى طبق جاوس. لما تيجي تطبق جاوس يبقى المفروض تكامل على السطح المغلق اي دي اس كوزاين سيتا بيساوي سيجما كيو ان مقسوم على ابسون نوت. فين الدي اس؟ الدي اس ده متجه مساحه عمودي على المساحه، بناخده دي اس عشان ممكن يكون بيتغير من مكان للتاني. لو بصيت على
متجه الدي اس هتلاقي هنا لو ده سطح جاوس يبقى الدي اس عند ما اي مكان عمودي للخارج كده يبقى ده دي اس وده اتجاه المجال. يبقى في حاله الشحنه السالبه الزاويه سيتا هنا ما بينهم هتبقى كام؟ هتبقى 180. روح بقى عند مكان تاني هتلاقي الدي اس كده عمودي على السطح برضه الزاويه كام؟ 180. روح عند اي مكان تاني برضه هتلاقي الدي اس كده ده اتجاه الدي اس هتلاقي الزاويه 180. اذا الزاويه دايما 180 خد بالك عشان دي شحنه سالبه. الاي ده هنسميه اي اوت عشان بره. الاي اوت ده الميزه بتاعته اللي احنا اخترنا على اساسه سطح جاوز على شكل كره انه ثابت وعمودي على سطح الكره، فعمودي عمل زاويه 180 او زيرو في الحاله بتاعتنا 180 وبعدين ثابت يطلع بره التكامل. يطلع بره التكامل. يبقى احنا كده مش هنعمل التكامل ودي ميزه جاوز ان مش هيخليني اعمل التكامل، فلو لقيت نفسك بتعمل التكامل اعرف ان انت ماشي غلط. لو لقيت نفسك بتعمل التكامل اعرف ان انت ماشي غلط. يبقى دلوقتي هطلع الاي بره واسميه اي اوت وبعدين ما تنساش ان في كوزاين 180 يبقى هنا في سالب بتاعه الكوزاين 180 اي اوت تكامل للسطح المقفول دي اس بيساوي سيجما كيو ان على ابسولوت سالب اي اوت اهو التكامل على السطح المقفول يديني مساحه الكره نفسها انهي كره اللي هي سطحها سطح جاوس اللي هي 4 باي ار سمول تربيع. سيجما كيو اللي جوه بقى هي سيجما كيو اللي جوه سطح جاوس. فين سطح فين سيجما كيو اللي جوه سطح جاوس؟ هي كيو كلها اللي موجوده في الكره دي كيو كلها اللي موجوده هنا كيو كلها. طب ما لا يبقى كيو كلها يبقى سالب كيو سالب كيو عشان الكره دي اسهل اتعامل هنا بره اتعامل ان الشحنه بتاعتها كلها اسمها كيو وبعدين اقسم على ابسولوت. هتلاقي هنا السالب بيروح مع السالب ويبقى كده انتهت فكره الشحنه السالبه. يبقى الاتجاه حددنا بيه على الرسمه ولازم قيمه الاي تطلع دايما ابسولوت فاليو بالبوزيتيف. يبقى دي هتروح مع دي يطلع ان الاي اوت بيساوي كيو مقسوم على 4 باي ابسولوت ار سكوير. 1 على 4 باي ابسل نوت ده ممكن تقول عليه كي يبقى ده كي في كيو على ار تربيع. هتلاحظ ان هو شبه مين؟ اللي هو شبه الشحنه النقطيه، شبه الشحنه النقطيه خارج الكره. وبالتالي انا ممكن اجيب لك مساله على طول من غير اثبات، ممكن اجيب لك مساله على طول من غير اثبات خارج الكره. تعرف منين ان انت محتاج تثبت او لا؟ لو في اثبات اقول لك اثبت. لو في استنتاج اقول لك استنتج، لو مفيش كلمه استنتج يبقى مش مطلوب منك، يبقى خارج الكره ممكن تشتغل على طول لانه شبه مين؟ شبه الشحنه النقطيه. طيب ده بدلاله مين؟ ده بدلاله كيو. افرض ان انا كنت مديتك المساله بدلاله رو، انت اتعاملت مع كيو اسهل. لكن لازم لو بدلاله رو توصلها للاخر بدلاله رو. يبقى بدلاله رو اللي هي كثافه الشحنه الحجميه يبقى كيو بتساوي رو في الحجم بتاع الكره 4 على 3 باي ار كابيتال تكيل. ليه كابيتال؟ لان ده الحجم اللي فيه شحنه. ده الحجم اللي فيه شحنه. وبالتالي اذا لو هنا قلت اذا الاي اوت بيساوي هشيل الكيو واحط بدلها رو ف 4 على 3 باي ار كابيتال تكيل مقسومه على 4 باي ابسولوت ار تربيع. هتلاقي ان 4 باي بتروح مع 4 باي وهتلاقي ان الاي اوت في الاخر بيساوي رو في ار تكعيب على 3 ابسول نوت ار سمول تربيع وقبل كده كان بيساوي كي في كيو على ار تربيع. يبقى هو ده الاي اوت سواء بدلاله رو او بدلاله كيو. بدلاله رو او بدلاله مين؟ او بدلاله كيو. يبقى ده الايه؟ هتحفظ مين؟ ممكن تحفظ دي وبعد كده تجيب منها بدلالة رو مفيش مشكلة. طيب الثانية الحالة الثانية الحالة الثانية في حالة ار اصغر من ار كابيتال. يعني انا جوه الكرة. لو انا جوه الكرة يبقى ادي الكرة ومشحونة بشحنة سالبة
وخطوط المجال زي ما كنا رسمينها، طلع من المركز في اتجاه انصاف الاقطار بالمنظر ده في كل الاتجاهات، وبرده اللي داخل لان دي شحنه ثانيه. نص قطر الكره اللي هي عليها شحنه اسمه ار كابيتال، وانت عايز تجيب المجال عند نقطه اسمها ار جو. نفس الكلام زي ما قلنا، بما انه شكل خطوط المجال ما اتغيرش يبقى ناخد سطح جاوس على شكل سطح كرة، حيث الكرة دي نص قطرها اسمه ار ايه؟ ار اس او. وبعدين تطبق قانون جاوس داخل الكرة. يبقى اخترت سطح جاوس على شكل كرة نص قطرها ار اس مور، وبعدين هتطبق جاوس، يبقى تكامل للسطح المقفول اي دي اس كوزاين سيتا ايكوال سيجما كيو ان على ايبسيلون. كين سيتا هي الزاويه ما بين العمودي على المساحه وما بين المجال. العمودي على المساحه بيتغير من مكان لمكان، فادي دي اس هنا في الاتجاه ده، في الاتجاه ده ادي دي اس عمودي على المساحه للخارج اللي هي مساحه سطح جاوس. هتلاقي برضو ان الزاويه كام؟ هتلاقي ان الزاويه برضو 180. الزاويه 180، يبقى الزاويه دي 180 كوزاين 180 بسالب 1، وبعدين دي هنسميها اي ان، وعلى بعد ار الاي ثابت، يبقى هيطلع بره التكامل، هيطلع بره التكامل، ويبقى المعادله بالمنظر ده شبه المعادله اللي جبناها المره اللي فاتت. يطلع ان الاي ان، بس في اشاره سالب هنا بتاعت الكوزاين 180، مضروبه في تكامل للسطح المقفول دي اس بيساوي سيجما كيو ان مقسوم على ايبسيلون. يبقى دي ساوي اي ان مضروبه في السطح المقفول ده مساحته ايه؟ ده سطح كره. يبقى نفس الكلام بالظبط بتاع المره اللي فاتت، 4 باي ار سمول تربيع، 4 باي ار سمول تربيع. وبعدين هنا هتدور على سيجما كيو ان بقى بتساوي كام؟ سيجما كيو ان بتساوي كام؟ سيجما كيو ان اللي هي جوه سطح جاوس اللي هي هنا. هنا اسهل دلوقتي تتعامل مع الرو. لو انت عارف الرو تضربها في الحجم ده يديلك الشحنه اللي موجوده جوه، بس ما تنساش ان الشحنه دي بالايه؟ بالسالب، يبقى دي سالب رو في الحجم. الحجم ده قد ايه؟ حجم الكره اللي نص قطرها ار سمول. اشمعنى خدت دلوقتي ده ما خدتش الكبير؟ لان انا بتكلم على سيجما كيو ان جوه السطح. جوه سطح جاوس، يبقى دي 4 على 3 باي ار سمول تكعيب. السالب هتروح مع السالب، وال 4 باي دي هتروح مع ال 4 باي، وممكن التربيع ده يروح مع 2 من هنا، ويتفضل في الاخر انه الاي ان، الاي ان بتساوي رو في ار سمول على 3 ابسيلون نوت، على 3 ابسيلون نوت. ده الاي ان. يبقى ده الاي ان بدلاله الرو. طب عايز الاي ان بدلاله كيو. افرض ان المساله جايه بدلاله كيو وانا جبته بدلاله الرو، يبقى بدلاله كيو كابيتال هشيل الرو واحط كيو على الحجم. انهي حجم؟ دي كيو كلها اللي على الكوره، دي كيو كلها اللي على الكوره، يبقى بقسم على الحجم بتاع الكوره 4 3 باي ار كابيتال تكعيب. ده حجم الكرة كلها عشان دي الشحنة كلها. إذا إي إن ممكن يطلع بيساوي، أشيل الرو وأحط ده، يبقى ده كيو على 4 على 3 باي آر كابيتال تكعيب مضروب في آر سمول مقسوم على 3 إبسيلون. ممكن نعمل شوية اختصارات، يطلع إن الإي إن بتساوي بدلالة الرو، هيبقى رو في آر على 3 إبسيلون، بدلالة الكيو هيطلع هنا التلاتة دي هتروح مع التلاتة، وبعدين واحد على أربعة باي إبسيلون نوت ممكن أسميه كي، يبقى كي في كيو في آر سمول مقسومة على آر كابيتال تكعيب. ده بدلالة الرو، وده بدلالة مين؟ وده بدلالة كيو. طب ما تيجي نلخص بقى الإي إن والإي أوت ده، شوفهم بيساوي إيه. يبقى دلوقتي ملخص للي إحنا طلعناه. الاي اوت كان بيساوي كي
في كيو على ار تربيع ودي اللي تحفظها، او بيساوي روف ار تكعيب على 3 ابسو نوت ار سمول تربيع. وبعدين الاي ان بيساوي بدلاله الكي هيبقى كي، بدلاله الكيو هيبقى كي في كيو على في ار على ار تكعيب، برضه بيساوي بدلاله الروف ار على 3 ابسو نوت. طيب فاضل نقطه ما جبناش عندها المجال اللي هي انهي نقطه؟ النقطه اللي على السطح. اذا كان ار بقى بتساوي ار كابيتال، تقدر تعوض في اي واحده من الاثنين دول، عند ار كابيتال يبقى ده على السطح. النقطه المميزه هنا هي ار بتساوي ار كابيتال على السطح بالظبط، يبقى ممكن اعوض في المعادله بتاعت الاي اوت او اعوض في المعادله بتاعت الاي ان. لو عوضت في المعادلتين بدلاله الرو يبقى لو حطيت هنا ار سمول بتساوي ار كابيتال او حطيت هنا ار سمول بتساوي ار كابيتال هيطلع رو في ار كابيتال على 3 ابسولوت. دلاله كيو لو حطيت في المعادله دي ار بتساوي ار كابيتال يبقى كي في كيو على ار كابيتال سكوير، او في المعادله دي هتطلع برده نفس الايه؟ نفس الكيو. يبقى احنا عندنا ده ملخص ايه؟ اي اوت واي ان واي على السطح. عايزين نرسم الكلام ده، نرسم اي مع ار زي ما هو كان طالب مني. نرسم اي مع ار. قبل ما ارسم اي مع ار هقول ملحوظه كده. لو انا جيت قلت لك ان واي بتساوي اكس، لو كانت اكس اصغر من واحد واي بتساوي واحد على اكس سكوير، لو كانت اكس اكبر من او تساوي واحد. ترسمها ازاي دي؟ ترسمها كده، ادي واي على محور واي واكس كده. في نقطة مميزة جدا اللي هي عند اكس بتساوي كام؟ اكس بتساوي واحد اهي، يبقى عند اكس بتساوي واحد. قبل واحد المعادلة بتقول ان واي بتساوي اكس، يحصل ايه بقى؟ يبقى ده عبارة عن خط مستقيم بيزيد لينير بالمنظر ده لحد قيمة معينة اللي هي واحد، وبعدين يقل بعد كده على شبه واحد على اكس سكوير بالمنظر ده. يبقى دي الكيرف ده بيتناسب مع ار، والكيرف ده بيتناسب مع واحد، بيتناسب مع اكس اسف، وده بيتناسب مع واحد على اكس سكوير. دي واي تدل من اكس بالمنظر ده. هو ده اللي احنا بنعمله هنا. لما اجي اطلب منك رسم اي مع ار او اي كفانكشن من ار، يبقى هتعمل نفس الكلام. يبقى لو عايز تقول اي مع البعد عن المركز ار، يبقى ادي اي وادي البعد عن المركز هنسميه ار. في نقطة مميزة اللي هي ار كابيتال، عند ار بتساوي ار كابيتال. قبل ار بتساوي ار كابيتال اللي هو الاي ان، لو فاكر الاي ان بتساوي ايه؟ الاي ان بيساوي رو في ار على 3 ابسو نوت، او بيساوي كي في كيو في ار على ار كابيتال تكعيب. يبقى دي معادله بتزيد مع ار لينير خط مستقيم، لانه كل ما تزيد ار كل ما تزيد الشحنه اللي جوه سطح جاوس، وبالتالي يزيد المجال، يفضل يزيد كده تدريجيا لحد ما يوصل الى اقصى قيمه ليه. يبقى من الصفر الى اقصى قيمه، اقصى قيمه دي فين؟ عند ار بتساوي ار كابيتال. يبقى القيمه دي بتساوي رو في ار كابيتال على 3 ابسو نوت، او بتساوي كي في كيو على ار تربيع. يبقى اي ان بيتناسب مع ار، يعني بيزيد لينير مع ار. بعد كده ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انه الاي اوت بيساوي رو في ار تكعيب كابيتال على 3 ابسو نوت في ار سكوير، او بيساوي كي في كيو على ار تربيع، يعني بيقل مع ار تربيع. يبقى
يبقى معادلة من الدرجة الثانية بتقل تدريجيا لحد ما توصل القيمة لزيرو، ويبقى الـ EN آسف الـ E out يتناسب مع واحد على R تربيع. الفرق بس من هنا عن اللي انا عملته بالنسبه للمثال بتاع واي واكس، ان الكره دي ليها نصين، يعني ممكن اقول 0 ار كده ومن 0 لار كده الناحيه الثانيه، فيبقى هنا في ار كابيتال، ونعيد نفس الكلام بالظبط الناحيه الثانيه، يبقى بتزيد لينير وبعدين بتقل تدريجي. ساعات بنرسم الكره كده، ساعات بنرسم فوق الكره كده على اساس نبين يعني ان ايه، ان المجال ده اللي ناتج عن كره، بحيث تبقى دي كده ار كابيتال وتبقى دي ار كابيتال. تاخد بالك من نقطه، من حاجه مهمه جدا، انه اقصى قيمه للمجال على السطح، يعني ممكن اقول لك علما بان اقصى قيمه للمجال كانت بكذا، تبقى عارف ان اقصى قيمه دي على السطح، او ممكن ارسمها لك اقصى قيمه للمجال على السطح. الحاجه الثانيه، ايه رايك لو خدت خط افقي كده؟ خط الافقي ده قطع هنا جوه عند نقطه اسمها واحد مثلا، وهنا عند نقطه اسمها اتنين، وبعدين هتبص تلاقي انه واضح ان المجال بتاع نقطه واحد قد المجال بتاع نقطه اتنين، يبقى هنا اي واحد بيساوي اي اتنين، يعني في نقطه داخل الكره عندها نفس قيمه المجال بتاع نقطه خارج الكره. افرض ان هو بيزيد من 0 ل 10 وبعدين بيقل من 10 ل 0، فأكيد مرة على رقم 5 مرتين جوه وبره، أكيد مرة على رقم 6 مرتين جوه وبره، وهكذا. يبقى تاخد بالك إن أنا دي شبه المسألة بتاعت الشيت اللي موجودة في الأسطوانة. شبه المسألة اللي هي موجودة في الأسطوانة. يبقى في نقطة جوه ونقطة بره عندهم نفس الإيه؟ مش شرط تكون نقطتين دول، ممكن أي نقطتين تانيين. أي نقطتين عندهم نفس قيمة المجال. تمام؟ دي الرسمة بتاعت رسمة الإيه مع الأرض. تمام كده؟ طيب. ده الإثبات بتاع الكرة. الإثبات الثاني اللي فاضل لنا، اللي هو آخر إثبات في المنهج، اللي هو استنتاج المجال الناتج عن قطيب لا نهائي. ده أسهل بكتير جدا من الكلام ده. يبقى يقول لي استنتج شدة المجال، أو تعبيرا لشدة المجال، أو استنتج المجال الناتج عن قضيب لا نهائي مشحون بشحنة سطحية، آسف، طولية موجب لمدة، وذلك عند نقطة تبعد R عنه. هنشوف دلوقتي ليه قلت R ما قلتش X أو R. تبعد R عنه. إثبات بسيط جدا. تطبيق جاوس بالترتيب، تعرف شكل خطوط المجال، تعرف شكل جاوس المناسب اللي هتختاره، وبعدين تعرف تطبق قانون جاوس مظبوط. طيب نبدا نشوف شكل القضيب ده الاول، وبعدين نشوف شكل الخطوط عامل ازاي عشان نقدر نحدد سطح جاوس المناسب. الحل، ابدا ارسم القضيب، قضيب لا نهائي، ارسمه بالمنظر ده محدود، وبعدين مشحون بشحنه موجبه، يبقى موجب. طبعا شفنا ازاي بقى نتعامل مع الشحنه السالبه. قضيب لا نهائي، يبقى هرسم كده رايح للملا نهائي كده، ورايح للملا نهائي كده، ومشحون بشحنه موجب لمدة، شحنه طوليه. طبعا وحدتها ايه؟ كولوم بالمتر. وحده اللمدة كولوم بالمتر. شكل خطوط المجال عامل ازاي؟ لو فاكرين قلنا انه اي حاجه لا نهائيه لما تيجي تبقى واقف في اي نقطه حواليها تبقى واقف في النص، يبقى هتعتبر نفسك عند اي نقطه واقف في النص. طالما عند اي نقطه واقف في النص يبقى محصله المجال فين؟ يبقى محصله المجال لفوق كده. لو انا واقف هنا يبقى محصله المجال لفوق، زي ما كانت بتطلع معانا في الاثبات بتاع القضيب القصير. يبقى بالتالي لو واقف عند اي نقطه
يبقى انا واقف في النص، يبقى محصله المجال كده. بس خد بالك عشان دي شحنه موجبه، لو كانت شحنه سالبه هيبقى العكس، هيبقى السهم للداخل. يبقى خطوط المجال بالمنظر ده خطوط متوازيه وطالعه من القضيب في الاتجاه ده، وبرده خطوط متوازيه وطالعه من القضيب الناحيه الثانيه في الاتجاه ده. طيب على بعد معين هنا، على بعد اسمه R مثلا، او على بعد معين هنا برضو اسمه R، هتلاقي ان القيمة بتاعت المجال واحدة ما بتتغيرش، قيمة ما بتتغيرش على بعد R. صحيح لو غيرت الR دي وطلعت لفوق او نزلت لتحت هتلاقي ان القيمة بتتغير. يبقى ادي شكل خطوط المجال وعند نفس الR ثابتة. طبعا ليه قلت R ما قلتش X او Y؟ لان لو قلت Y يبقى انا اقصد مستوى السبورة، لكن بقول R عشان انا اقصد اي حتة حوالين القضيب، يعني كأنك بتلف كده حواليه، فاي R متساوية على بعد من القضيب. فلو قلت Y يبقى انا ملتزم بمستوى السبورة بس. اختار شكل جاوس على شكل ايه بالمنظر ده؟ انسب سطح جاوس بالمنظر ده هو سطح اسطوانة، سطح اسطوانة، بحيث يبقى المساحة الجانبية بتاعتها الاي ثابت عليها على بعد ار، وعمودي يبقى اقدر اطبق جوزي. وبعدين في مساحتين تانيين من الصورة ممكن نشوف ليهم لازمة او ما لهمش لازمة. يبقى هختار سطح جاوس على شكل ايه؟ يبقى هختار سطح جاوس على شكل اسطوانة بالمنظر ده. الاسطوانة دي نص قطرها هيبقى ار، النقطة اللي أنا عايز أجيب عندها المجال، وليها طول معين. الطول ده أي حاجة، لأنه أصلا القضيب بتاعنا لا نهائي، فأنت تاخد الطول بتاعها أي حاجة. طالما خدت الطول بتاعها ده أي حاجة، إيه اللي ده خدته أي حاجة، يبقى إيه اللي ده لازم يختفي بعد كده وأنت بتعمل الإثبات في الآخر، لازم ما تلاقيهوش. يبقى اخترنا سطح جاوس على شكل اسطوانه، نص قطرها ار وطولها اسمه ال، طولها ده طول افتراضي، يبقى المفروض في الاخر ما يكملش معانا. عندنا دلوقتي الاسطوانه دي عباره عن ثلاث اسطح، ده اسمه سطح رقم واحد، وده اسمه سطح رقم اثنين، وده سطح رقم ثلاثة. يبقى لازم نعرف شكل المجال عامل ازاي على كل شكل من كل سطح من الاسطح دي. لو بصينا على سطح رقم واحد هنبص نلاقي ان العمودي على سطح رقم واحد عمودي للخارج، خارج الاسطوانه، يبقى ده اسمه كده دي اس واحد. على فكره ممكن نقول عليه دي اس واحد، ممكن نقول عليه اس واحد على طول، لانه منتجع المساحه ما بيتغيرش من اي مكان على السطح واحد. وبعدين هنا هنقول برده نفس الكلام، العمودي عليه للخارج يبقى دي اس ثلاثه كده، وممكن نقول عليه اس ثلاثه، مفيش مشكله لانه ما بيتغيرش من مكان للتاني على نفس المساحه. لما نيجي للمساحه الجانبيه هنا هتلاحظ انه المفروض ان منتجع المساحه ده بيتغير من مكان للتاني على حسب ما انت بتلف مع الاسطوانه، يبقى هنخليه دي اس 3 دي اس 2. هنبص نلاقي انه الزاويه ما بين خط المجال اللي هو اي وما بين العمودي على المساحه رقم واحد 90، والزاويه ما بين خط المجال وما بين العمودي على المساحه رقم اثنين 0، يبقى هنا سيتا بتساوي 0، وهنا سيتا بتساوي 90، وهنا هتلاقي برضه سيتا بتساوي 90، الزاويه بين العمودي على المساحه رقم 3 وما بين خط المجال. وبالتالي دلوقتي ده التكامل عليه هيبقى بزيرو، لانه الفيد هنا بيساوي زيرو، والفيد هنا بيساوي زيرو، ومفيش فيد كهربي غير من المساحه الجانبيه. تعالوا نكتب الكلام ده. يبقى نرسم بس كده القضيب على جنب كده بشكل مبسط. دي الشحنه اللي عليه شحنه موجبه، وادي خطوط المجال عامله كده، وده لا نهائي من ناحيتين، واحنا اخترنا سطح جاوس على شكل اسطوانه نص قطرها ايه؟ ار سمول، ونص قطرها ار سمول، وطولها هنا اسمه ايه؟ وبعدين قلنا ان السطح ده
سميناه واحد والسطح ده سميناه اتنين والسطح ده سميناه تلاتة. تعالوا نطبق قانون جاوس، يبقى تكامل حوالين سطح مقفول اي دي اس كوزاين ثيتا بتساوي سيجما كيو ان على ابسلون. دلوقتي عندنا السطح المقفول ده مقسوم او متقسم لثلاث حاجات. سطح واحد، يبقى التكامل على سطح واحد اي دي اس كوزاين ثيتا. ثيتا اللي ما بين الدي اس واحد وما بين المجال 90. وبعدين التكامل على سطح 2 اي دي اس كوزاين. سطح 2 اللي هو المساحه الجانبيه بتاعت الاسطوانه، والزاويه هنا بتبقى 0 زي ما احنا عملناها من شويه، زائد التكامل على السطح الثالث اي دي اس كوزاين. دي اس 3 وبرده 3 دي كانت 90 زي 1. وبالتالي كوزاين 90 بزيرو، يعني مفيش فيد بيخترق المساحه رقم 1، مفيش فيد بيخترق المساحه رقم 3، ويبقى في الاخر مفيش غير مين؟ مفيش غير الفيد المخترق المساحه رقم 2. كل ده بقى بيساوي في الاخر سيجما كيو ان على ابسلون. طيب تعالوا بقى نكتب الملخص بقى هنا. يبقى مفيش غير التكامل على سطح 2 للاي دي اس 2 كوزاين 0 بيساوي سيجما كيو ان على ابسلون. احنا قلنا انه المجال على بعد ار ثابت، يعني كل النقط اللي على بعد ار عندها نفس قيمه المجال، وبالتالي على اي بعد ار الاي ثابت يطلع بره. ده بواحد يبقى اي تكامل على السطح 2 اي دي اس، اسف، تكامل للدي اس بس بيساوي سيجما كيو ان على ابسلون. ادي الاي تكامل على المساحه الجانبيه للاسطوانه، يدي المساحه الجانبيه للاسطوانه اللي هو 2 باي ار في ال يساوي ابسلون تحت سيجما كيو جوه. سيجما كيو جوه اللي هي فين؟ سيجما كيو جوه اللي هي جوه سطح جاوس، اللي هي الشحنه اللي موجوده هنا. الشحنه اللي موجوده هنا لو هو مشحون بشحنه طوليه لامدا، يبقى الشحنه اللي موجوده هنا لامدا في طول الاسطوانه اللي هو مين؟ طول الاسطوانه اللي هو ال. ولازم بقى هنا زي ما قلت تلاقي ان ال بتروح، لان لو ال فضلت موجوده يبقى انت عملت حاجه غلط. ويطلع ان اي اللي ناتج عن اي اللي ناتج عن القضيب اللانهائي على بعد ار منه بيساوي لامدا على 2 باي ابسلوت ار. وبعدين احنا ممكن نضرب هنا في 2 وتحت في 2 وهيطلع بيساوي 2 لامدا على 4 باي ابسلوت ار، يعني يطلع 2 كي لامدا على ار. والنتيجة دي جبناها قبل كده للقضيب اللانهائي، بس كانت 2 كي لامدا على اكس لما كان البعد عن القضيب اكس، وبعدين قربناه بعد كده للقضيب اللانهائي اللي كان بيبقى فيه ساين ثيتا نود، بس ساين ثيتا نود لما يكون قضيب محدود يعني. فبالتالي ده يعتبر طريقة سهلة جدا لإيجاد القضيب المجال الناتج عن القضيب اللانهائي باستخدام قانون جاوس. شكرا.